السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام: إحباط عملية خاصة إسرائيلية في اليمن ومقتل كافة منفذيها. وإلى الوقائع. كشف ضابط في الجيش الأمريكي عن تعرض إسرائيل إلى نكسة في اليمن أودت بحياة العشرات من قواتها الخاصة. وقال العقيد الأمريكي المتقاعد دوجلاس ماكريجور يوم الخميس الماضي في برنامج حواري إن قوات نخبة إسرائيلية نفذت بالاشتراك مع مرتزقة أمريكيين بيقدر عددهم بسبعين عنصرا عملية خاصة في اليمن، مضيفا أن قوات صنعاء نصبت كمينا أثناء العملية الخاصة في اليمن ما أدى إلى مصرع منفذيها جميعا بحسب الصور التي اطلع عليها. ولم تعلن قوات صنعاء تفاصيل العملية الإسرائيلية والخسارة الفادحة التي مني بها الإسرائيليون والأمريكيون. طبعا يبدو أن هذه العملية قد تمت بالفعل، لذلك فإننا سننتظر تفاصيلها من خلال قوات صنعاء التي لا بد أن تعلن عن هذه العملية في الوقت المناسب. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.